السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أموركم تمام والأهل كويسين، وإن شاء الله الموضوع بيصير أحسن. تاريخ اليوم تاريخ مميز لمحاربة النفس الأمارة بالسوء. أول يوم قلنا قدر المستطاع بنحاول نتذكر المشروع الكبير والعظيم والأعظم والأكبر وأهم وأعلى وأبهى، إنه نحصل لحب الله ورضاه. كيف؟ إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المتطهرين. نحاول نتطهر، نكون من المتقين، نكون من الصابرين، نكون من المحسنين لجميع عوالم الوجود. أدنى مراتب الوجود الجماد، اللي هو الوطن، الشمس، الكواكب، الأرض. بعدين بيجي عالم النبات، بعدين بيجي عالم الحيوان، بعدين بيجي عالم الإنسان اللي ربنا شرفنا إنه إحنا أشرف المخلوقات، نفخ فينا من روحه. اللهم استعان، اللهم استغاث، عشان نضمن جنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بها أحد، جنة أبدية على قول جميع الرسل اللي إحنا نؤمن فيهم كلهم. موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد عليه السلام، موسى كريم الله، عيسى روح الله، محمد حبيب الله. اللهم استعان، اللهم استغاث. أنت تريد، أنا أريد، والله يفعل ما يريد. أنت تظن تعرف حقيقة، أنا أظن أعرف حقيقة، والحقيقة عن ربنا. نحترم بعض، نحب بعض، من حبنا لله نحب كل الناس، حتى الأعداء بنحاول ننسبهم، نكسب أثام إثم، نكسب سيئات. ليش نشتم ونستغيب ونميمة وشتيمة ونغيبة؟ حتى الأهل عم نستغيبهم، حتى الأهل. اللهم استعان، احنا بدنا نخلي الأقارب أقارب، فبالك الأقارب يقول لك الأقارب عقارب. أبدا، بدنا نخلي الأقارب أقارب. اللهم استعان.